طلعوني من هنا. طلعوني يا حيوانات الغابة. مالك يا غول؟ بتعيط ليه؟ صوتك مضايقني، انت عامل لي ازعاج. ارجوك ساعدني يا وحش، ارجوك. الحيوانات حبستني في القفص ده وقالوا ان هما مش هيطلعوني تاني. طيب انا هطلعك بس على شرط، هتعمل اللي هقولك عليه ولا لأ؟ شرط ايه؟ هعملك كل اللي انت عاوزه. خلاص ماشي هطلعك، بس مطلوب منك بقى تجيب لي كل يوم حيوان من حيوانات الغابة علشان اكله، علشان انا بقى مش عايز اتعب نفسي واصطاد بنفسي. حاضر يا وحش، طلعني بس وانا هجيب لك كل الحيوانات لحد عندك. انا اصلا متضايق منهم وعاوز انتقم منهم كلهم. اتفضل، دلوقتي انت بقيت حر وانا انقذتك. يلا بقى روح هاتلي بقى حيوانات الغابة علشان اكلهم واحد واحد بسرعة يا غولي اخضر. حاضر يا وحش، انا متشكر جدا ليك. يا سلام يا سلام، حلوة اوي البقرة اللي هناك دي، هروح بقى اهجم عليها واصطادها من غير ما هي تاخد بالها. الحقوني، ابعد عني يا وحش، ابعد عني، سيبني في حالي. اسيبك ده ايه؟ تعاليلي يا بقرة يا حلوة، تعاليلي. اتفضل يا وحش، البقرة دي علشانك، علشان تاكل وتشبع. برافو عليك يا غولي اخضر، هي فعلا بقرة سمينة وجميلة. ناكلها بقى. هم 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 هم. ايه ده، انت كلت البقرة يا وحش من غير ما تديني حتة منها؟ وهو انت مفكر ان انت هتاكل معايا في الاكل بتاعي؟ روح يلا امشي من هنا، وبكرة تجيلي وتجيبلي الاكل، يا الا هرجعك الحبس اللي انت كنت فيه. لا 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 لا، حبس ايه؟ خلاص خلاص انا ماشي، وبكرة هجيبلك الغدا ان شاء الله. وهو انا هفضل جعان كده والوحش ده يضحك عليا وياكل اكلي؟ انا لازم اصطاد صيدة كبيرة اكلها واشبع بيها. ايه ده، ايه الطور اللي معدي هناك ده؟ انا لازم اصطاده واكله واشبع بيه. يا سلام، اصطدت الطور. الطور ده شكله كبير قوي، هيكفيني لحد ما اشبع، اما اكله بقى من غير ما الوحش يشوفني. هم 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 هم. ايه ده، هسيب بقى الحته الصغيره دي اديها للوحش علشان ما تعبش نفسي تاني واصطاد. هدي له الحته دي واقول له انها لحمه ارنب وهي دي الارنب. يلا انا جبت لك الاكل يا وحش. وايه اللي انت جايبهولي ده؟ جايب لي ورك فرخه؟ ده هيكفيني؟ لا لا لا، مش ورك فرخه، ده ارنب. ارنب هو اللي لقيته، هو اللي لقيته في الغابه. اعمل ايه بقى؟ معقول البقر والمعيز اللي في الغابه خلصوا؟ ما عادش الا الارانب؟ بتضحك عليا ولا ايه يا وحش؟ اول واخر مره تجيلي بورك الفرخه اللي انت جايبه ده. تجيلي كل يوم ببقرة كبيرة زي بتاعت امبارح، فاهم ولا لأ؟ ايه حاضر حاضر يا وحش، حاضر انا ماشي دلوقتي. الغول الاخضر ده لازم اراقبه واشوفه بيعمل ايه من ورايا. يا سلام، الوحش المغفل ده مفكر ان انا كل مرة هصطاد واجيب له الاكل وياكل من غير ما يديني. لا ده انا لازم اعلمه الادب واموته من الجوع زي ما هو كان عايز يموتني من الجوع. ايه ده، ايه ده، ايه الفيل الجميل اللي معدي ده؟ يا سلام، ده فيل جميل وملزلز، هيكفيني وهشبع 3 ايام من غير ما اكل. انا هروح بقى علشان اصطاده. تعالى لي يا فيل يا حلو، ماكلك هم الهم ده، انت جميل قوي. هم 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 هم. يا سلام، كان لذيذ قوي. ايه الصوت اللي انا سامعه ده؟ يا نهار ابيض، ده باين انه صوت الوحش. يا خبر يا خبر، رحت في داهيه يا غول يا اخضر، اعمل ايه دلوقتي؟
بقى كده يا غولي أخضر، بتستغفلني وبتصطاد الحيوانات الكبيرة وبتاكلها أنت، وتيجي تضحك عليا أنا الوحش العملاق، خرجتك من الحبس وأنقذتك، وكده تيجي تضحك عليا أنا لازم دلوقتي أنتقم منك. أنا آسف، أرجوك يا وحش، أرجوك سامحني، سامحني والله، ما تحبسنيش تاني، أنا خلاص تبت، وبعد كده هصطاد الحيوانات كلها وأجيبها لك أنت. لا يا حبيبي، انت مفكر ان انا هحبسك؟ لا، انا المرة دي هاكلك وهتغدى بيك دلوقتي. هم 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 ايه ده؟ الغول الاخضر ده كان طعمه وحش قوي. انا هروح دلوقتي هصطاد بقى اي حيوان اكله علشان انا جعان جدا. ها 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 ها. بيحصل في الغابة؟ ايه الوحش اللي كل الغول ده ورايح يكمل على بقية الحيوانات؟ انا لازم بسرعة اروح احذر بابا واخليه يتصرف، انا خايف. الحق يا بابا، الحق يا بابا، اللي بيحصل في الغابة؟ ايه اللي بيحصل في الغابة يا سيمبا؟ وحش عملاق يا بابا هاجم على الغابة وكل الغول الأخضر اللي كنت حابسه يا بابا، وكمان رايح يصطاد كل الحيوانات، الحيوانات كلها عمالة تخلص يا بابا. انت بتقول ايه يا سيمبا؟ وحش عملاق في الغابة بتاعتي؟ انا لازم بسرعة اتحول للبطل الخارق اللي انا لسه جايب القوة بتاعته دلوقتي، هتشوف يا سيمبا. وانا كمان نفسي اتحول لبطل خارق علشان اواجه الوحش العملاق. حاضر يا سيمبا، هديك شوية من القوة بتاعتي. واو يا بابا، انا كده بقيت بطل خارق زيك بالظبط. يلا بينا يا بابا نروح نحارب الوحش. يلا بينا يا سيمبا. يا سلام، الحيوانات كلها جلتها وبقى طعمها لذيذ. ها دلوقتي بقى اروح اكل الاسد سيمبا. تاكل مين يا وحش عملاق؟ انت شكلك ما تعرفش مين هو الاسد سيمبا والقوة بتاعته. يلا يا سيمبا يا حبيبي نقضي على الوحش ده. شفت بقى يا سيمبا يا حبيبي، علشان احنا الاتنين اتحدنا مع بعض، وفي الاتحاد قوة والتفرق ضعف. معاك حق يا بابا، سيمبا تتحدي ولازم تاكل. هم 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 هم. البيتزا بتاعتي لذيذة جدا، وللأسف يا سيمبا ما لقيتش المفتاح، يعني انت لازم تاكل البيتزا بتاعتك علشان اكيد فيها المفتاح. حاضر يا بابا، هم 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 هم. المفتاح يا بابا، المفتاح اهو. يلا بينا يا سيمبا بسرعه نروح نفتح القفل. وادي كمان قفل فتحناه، يلا بينا بقى على التحدي الاخير علشان نفتح القفل الاخير. ايه ده، احنا فين؟ وايه اللبس اللي احنا لابسينه ده؟ الحق يا سيمبا، بيننا كده في بيت الوحش، مهمتنا ان احنا نتخلص منه علشان نلاقي المفتاح، اكيد لما نتخلص منه هنلاقي المفتاح. انا هجرب يا بابا القوة الخارقة اللي معايا مع الوحش ده. يلا بسرعة يا سيمبا ناخد المفتاح. وأخيرا آخر قفل فتحناه. وأخيرا يا بابا بقينا أحرار وخلصنا التحدي ده، الحمد لله. أخيرا يا سيمبا، الحمد لله خلصنا التحدي، يلا بينا نحتفل بقى.